وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين لحضور فعاليات سباق جائزة رولكس الصغير الكبرى للفورمولا 1 وكان سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة في مقدمة مستقبلي سمو الأمير عبد العزيز بن تركي لدى وصوله إلى المملكة